ايه يا عم سعد؟ ايه يا عم قلقتني يا عم؟ في حكايه ولا ايه؟ مطلعني انت على مالا وشي. تعالى اقعدك يا بكر. قعدنا. صب شاي بس، مش عايز تشرب ولا ايه؟ صب يا صاحبي، انا عندي عرض كمان كام ساعه. يا عم انا اعملهولك بايد. صب العرض مش هيطير يعني. ماشي يا عم، هتقعد بقى تقول لي نصايح قبل العرض وعلي صوتك عشان الست العجوزه اللي في اخر الصف تسمع. سماعها تقيل. جت ليه؟ جت ليه؟ لا لا، انا مش جايبك عشان كده. امال ايه يا صاحبي؟ نصبنا قهوه وصوب الشاي. يا بكا، هو انت مش قلت لي انك بتدور على حاجه ولو لقيتها هترجعها لاصحابها؟ حصل. وانا واثق انك هترجعها لاصحابها. ها؟ هتخلص يا سعد في ايه؟ مش هي دي الحاجة اللي كنت بتدور عليها؟ انت الحاجات دي وصلت لك ازاي يا سعد؟ لو مؤاخذة يعني، انت كنت اخر واحد اتوقع ان التماثيل دي تبقى معايا. في اليوم اللي بصوت اخد فيه كان وعدني ان هو جايب لي سماعه اصليه غير السماعات المضروبه اللي هو بيبيعها، وقال لي ان هو شايلها لي في اكياس على جنب عشان ما تتلخبطش مع السماعات المضروبه. فاليوم ده كنت قاعد لوحدي وكنت عايز اسمع كتاب، فقررت ان انا انزل اجيب سماعه عشان موبايلي سماعته يعني بعافيه شويه. فنزلت المخزن فبدور في حاجة بصراوي، لقيت شنطة. فلما لقيت الشنطة دي بفتحها لقيت فيها تماثيل. بصراحة كنت هسيبها وامشي، بس خفت الحكومة ترجع وتفتش وياخدوا أبويا بحكم إن الحاجة في المصر. فقررت إن أنا هاخد الشنطة معايا أخبيها عادي. لما دخلت الفرقة لقيتك بتدور في كذا مكان، فعرفتك إنك داخل الفرقة عشان الشنطة. بصراحة يا بركة، أنا كنت هبلغ عنك في الأول، بس لما دافعت عني يوم الخناقة استجدعتك، ولما عرفتك أكتر وخدنا ودينا مع بعض في الكلام استجدعتك أكتر. ولما لقيتك كل يوم بتتغير عن اليوم اللي قبله اطمنت لك وتأكدت انك بقيت انسان تاني خالص. ولما قلت لي ان في حاجة انت بتدور عليها ولو لقيتها هترجعها لاصحابها، شجعتني ان اجي اعترف لك ان الحاجة دي معايا، وانا واثق انك هترجعها لاصحابها. هترجعها يا كبار. ها؟ خلي معاك يا صاحبي، هنزل اكسر الدنيا تمثيل ونعمله عرض جامد، وبعد العرض نسلمه للحكومه سوا. خالصه؟ خالص. تعرف يا سعد، انت السبب في اني بحاول ابقى انسان كويس. دعواتك لاخوك. ربنا معاك. عايزين نسمع السكسيه. هتسمع أحلى سوكسيه. كسر الدنيا. عديك يا دنيا. الشاي مش. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.